مرحبا تلاميذنا الحلوين، رجعنا وياكم بدرس جديد. وياكم سيد غفران معلمة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي من مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. اليوم موضوعنا هو الهمزة. موضوعنا الهمزة اللي صوتها أ. شنو صوتها أ؟ هاي صديقتنا الهمزة راح الصادق حرف الأ. حرف الأ، هذا حرف الأ. الهمزة راح تجي وتصادقة، من الصادقة راح تكون القبعة مالته. وين راح تصير قبعة مالته؟ فهذه القبعة مال آ. فهذه شنو الهمزة؟ شنو صوتها؟ أ. شنو صوتها؟ أ. فإجت ويا الآ وراح يصير صوت الآ والأ نفس الشيء. الهمزة راح تأخذ الصوت كله. شو راح يصير هذا الحرف؟ شنو اسمه؟ ألف. صوته أ. أ. شنو اسمه صار؟ ألف. صوته أ. لاحظوا هذه الكلمات اللي بها حرف الألف اللي صوته أ، يعني الهمزة. نكتب الهمزة هنا. لاحظوا مثل كلمة أ. أسد. أسد. عندي حرف يصير بالوسط مثل كلمة فأس. فأس. و آخر تجي بآخر الكلام مثل كلمة خطأ. خطأ. و تجي بآخر الكلام منفصلة مع الحروف الرافسة مثل كلمة قرأ. قرأ. شنو موضوعنا اليوم؟ اسم الهمزة. شنو صوت الهمزة؟ أ. زين، الهمزة جتي ويا صديقها الآ فصاروا صوت واحد. شنو صوتهم؟ أ. يلا أنا وياكم نكتب حرف الأ. حط العصا وبعدين نخلي القبعة مالتها. ذا أ. زين، نكتب حرف نكتب الهمزة اللي تكون وحدها ما ويا الآ، ما مصادقة ويا الآ، وحدها. ايش تنكتب ماما؟ انتبهوا، نكتب نصف دائرة بعدين نسوي لها ذي القصير. نصف دائرة بعدين لها ذي القصير. نعيد كتابتها. نصف دائرة بعدين لها ذي القصير. هذه أ اللي اسمها همزة. نجي نخلي حرف الألف اللي صوته مثل ما قلنا من صادقة ويا الهمزة أ مع الحركات الثلاثة. مع الفتحة أ. مع الفتحة أ. مع الضمة أو. لاحظوا ده أقرأ الهمزة، صوت الهمزة بعدين الحركة. الكسرة القبعة راح تصير جوا مكانها ونضع كسرة تحتها تصير اي. اي. ا. او. اي. يلا تلاميذنا الحلوين نقرأ الدرس. امين بناء. امين ابو مأمون. بناء. مأمون يقول نبني دارنا ونبني دار أديب. نقرأ الدرس مرة ثانية. أمين بناء. أمين أبو مأمون بناء. مأمون يقول نبني دارنا ونبني دار أديب. لاحظوا تلاميذنا الأعزاء الكلمات اللي بيها الألف اللي صوتها أ. مثل كلمة أ. أمين. أ. أمين. أو. أد كلمة تجي الهمسة وحدها بدون صديقها الآ.
تلك الكلمات بناء بناء. الكلمات أبو أبو. هنا جاء حرف الألف بالوسط مثل كلمات مأمون مأمون. وهات كلمات يعني اجا حرف أ اللي هو الألف صوت أ اجا بأول الكلام مثل كلمات أ أديب أ أديب. لهنا تلاميذنا الأعزاء انتهي درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في دروس أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.